على اول شيء اقعد ارتاح بدو يعطيك سنقفل بعد شوي بيقول يجي لك حيوه ما حبش نمشي كي سمعت الجيش قلت نمشي تو نحب الجيش خاطر الجيش ما يغش اي سي كمل الجيش هم نحن توا حسب الإقبال. الإقبال هو مرضي، لكن ماهوش كيما في المدن الكبرى في ساعة الناس معناها تاخذ معلومة وفي ساعة تتنقل. هنا ثم شوية صعوبات باش المواطنين يوصلوا للمنطقة نتاع التلقيح. نحن ذاك علاش مستعدين نقعدوا قد ما يلزم من الوقت باش نعطيو فرصة للجميع، علما اللي إذا كان ثم زاد ناس ما تنجمش تتنقل نحن مستعدين باش نمشيو لهم حتى للمنازل نتاعهم حتى للأحياء نتاعهم، ونحاولوا بالمساعدة نتاع السلطات المحلية نوصلوا خاصة للناس المسنين اللي يصعب معناها كونهم يجيونا هما يتنقلونا لنقاط التلقيح. قايد تقبل وما بعثوليش، مازال ما بعثوليش مرتين نقيد وما بعثوليش في مقطر. نعم اليوم سمعت بالحملة نتاع الجيش، جيت الجيش